قال احنا افترقنا يوم سقوط بغداد، احنا طيل فترة الحرب ما كنا سوية. رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ولدت في بغداد عام 1967، وهي الابنة الأولى والكبرى لوالديها الرئيس صدام حسين والسيدة ساجدة خير الله تلفاح، وبعد الابنين الذكور عدي وقصي، وقبل رنا وحلا، وحصلت على درجة البكالوريوس في الترجمة الإنجليزية. تزوجت في السنة 15 في مارس من ابن عم والدها حسين كامل رئيس هيئة التصنيع العسكري، الذي حاول الانشقاق وهرب إلى الأردن في أغسطس عام 1995، وبعدها عاد للعراق بعد عفو من الرئيس صدام حسين تم تصفيته من قبل عائلته عام 1996. أنجبت منه 5 أبناء هم علي وحرير ووهج وصدام وبنان. كلها أنا كنت أشعر أنه هذا عدت. مغادرتها العراق واللجوء إلى الأردن. آخر مرة التقت والدها كانت في منزله قبل أيام قليلة من الغزو الأمريكي، حيث جمع كل أفراد أسرته وطلب منهم أن يتحلوا بالقوة وأن يتوقعوا أن تقصف بيوتهم. ومع بدء الحرب والقصف وسقوط بغداد في أبريل 2003، تم تسريب خبر بأن ابنتا صدام رغد ورنا موجودتان مع أطفالهما في الموصل. خوفا منهما على المستضيفين وأطفالهما، غادروا سيرا على الأقدام على الساتر الترابي الحدودي الفاصل بين العراق وسوريا، ومكثوا بضعة أيام ثم انتقلوا إلى المملكة الأردنية الهاشمية معا، لتستقر في العاصمة الأردنية عمان بضيافة من العائلة الهاشمية المالكة، وتم منحهم جوازات عربية لعدم استطاعتهم الحصول على الجواز العراقي، إضافة إلى راتب شهري ومنزل للسكن. لم تخض المعترك السياسي، وظلت بعيدة عنه، وتعد الوحيدة من عائلة الرئيس السابق صدام حسين التي تدخلت سياسيا بعد الغزو الأمريكي للعراق إثر اعتقال والدها، متأثرة كثيرا بشخصية صدام حسين، وكانت تصلها رسائله من معتقله. تبع تفاصيل محاكمة والدها والتعامل مع هيئة الدفاع والالتقاء بهم، واستطاعت أن تفرض نفسها كوريث رسمي لصدام حسين وعائلته. وإن كان بالمعنى الإنساني للوراثة، استنكرت الصورة التي عرضها الأمريكيون لوالدها أثناء القبض عليها، وقالت إنها مفبركة وإنهم قد أعطوه مخدرا ليظهر بتلك الصورة فتهتز مكانته في قلوب العراقيين ويضعف عضد المقاومة. وطالبت بمحاكمة دولية عادلة لوالدها خارج العراق، باعتبار أن من يحاكمونه هم خصوم له، وأن المحاكمة في بغداد لا تتوفر فيها ضوابط العدالة وشروطها. محكمة قانونية، محكمة عراقية قانونية، لعبة. يسقط العملاء، يسقط بوش، تحيا الأمة، تحيا الأمة. صيحوا عبد الله كاظم رويا. كافي كافي يا رؤوف. أنت لا رؤوف ولا رحمن. بعد إعدام والدها، طالبت السلطات العراقية بتسلمها جثته لكي تدفنها في اليمن خوفاً عليها منهم، ريثما يتحرر العراق من الاحتلال الأمريكي فتعيده مرة أخرى إلى مسقط رأسه، لكن السلطات رفضت. آخر ظهور لها في مجمع النقابات المهنية في عمان خلال مظاهرة شعبية لتأبين صدام حسين عشية تنفيذ حكم الإعدام، حيث كانت ترتدي ثياب الحداد وتضع نظارة سوداء إلى مكان التجمع من أجل تقديم الشكر للحاضرين من ممثلي النقابات المهنية ومحامي فريق الدفاع عن صدام وعراقيين مقيمين في عمان. في أغسطس 2007 أصدرت الشرطة الدولية مذكرة تحر بحقها، اتهامها بدعم المجموعات المسلحة. نفت اتهامات الحكومة العراقية لها بدعم المجموعات الإرهابية قائلة: لا صلة لي بهذه الجماعات المتطرفة، لا من قريب ولا من بعيد، ولا أدعم هذه الجهات أو غيرها، وأن خط العائلة منذ السنين الطويلة لا يشبه توجه هذه الجماعات المتطرفة، والدليل أن هذه الجماعات أصبح لها ذراع في البلد بعد أن خرجنا منه أو بعد أن انتهى حكمنا. أما في وجود حكم والدي، لم تستطع هذه الجماعات المتطرفة أو غيرها من دخول البلد والعبث به بالطريقة التي يقومون بها الآن.